بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلوم شيخنا في الدارين آمين: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العالم اسم من أسمائه تعالى وصفته العلم، وطبعا سيأتي بعد ذلك إن شاء الله معنى صفة العلم، وطبعا دلوقتي بيتكلم في الثناء على الله سبحانه وتعالى. خلاص. وعلمه عز وجل علم بالكليات وبالجزئيات، خلافا للفلاسفة التي تقول إنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا خطأ وكفر، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيبقى الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. وبعدين علمه عز وجل لم يسبقه خفاء، بخلاف علمك أنت وعلمي أنا، فإنه مكتسب. سبقه خفاء، يعني كان الأمر غير واضح أو غير معروف بالنسبة لي فعلمته. وأما هو سبحانه وتعالى فعلمه إيه؟ علمه لا يسبقه خفاء، ولا يقال عنه إنه مكتسب، لا يقال عنه إنه إيه؟ إنه مكتسب، كما قلنا قبل ذلك. وعلمه ولا يقال مكتسب، واخد بالك؟ يبقى إذن الفرق، علمه عز وجل بالكليات وبالجزئيات، وعلمه عز وجل لا يسبقه خفاء ولا يسبقه جهل، وعلمه سبحانه وتعالى ليس مكتسبا. فإن قلت: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول؟ تمسك بعض العلماء فقالوا: الله يعلم الأشياء بعد حدوثها، وهذا خطأ كبير، لأن الذي يحدث الأشياء هو الله عز وجل، فكيف يعلم بعد الحدوث؟ معنى قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي ليظهر مدى علمنا الأزلي في الوجود، ليظهر مدى علمنا الأزلي في الوجود. يعني معناها إيه؟ أننا علمنا ذلك أزلا بأن ذلك سيحدث، ولكن لم يتحقق في الواقع علمنا، يعني لم يحدث مقتضى علمنا في الواقع حتى حدث ذلك الأمر. كأنه زي ما يكون هو سبحانه وتعالى علم بوجود زيد أزلا، خلاص، بتفاصيله وبأحواله، وأنه سيوجد في أرض كذا في وقت كذا في مكان كذا في ساعة كذا وله كذا وإلى آخره. هذا العلم تحقق مدلوله في الواقع أو لم يتحقق؟ يتحقق عند وجود زيد بالفعل. استاذنا بس في واحده بس، انا حاولت عملت اسمي مش عارف منها. خير ان شاء الله. اتفضل. صوت زوجتي كانت تعبانه، ايه رايك؟ ازيك يا امي؟ الحمد لله. ماشي كده؟ احنا قلنا لنعلم اي ليتحقق مدلول علمنا في الوجود الذي علمناه ازلا. خلاص؟ وكذلك قوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. وقال بعضهم: معنى لنعلم أي ليعلم رسولنا، وأضاف ذلك إليه سبحانه وتعالى كقوله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا، وقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله والله لا يؤزى، فأضاف إيذاء المؤمنين وإيذاء الرسول إليه. وهذا شيء، يعني الغرض أن لنعلم يعني ليتحقق مدلول علمنا في الواقع كما علمناه أزلا. طيب، بيقول العالم الإيه؟ الكمبيوتر وتحط قلنا انت بتسأل عن العليم، العالم والعليم. العالم ايضا اسم من اسمائه سبحانه، لكن العليم
هو اللي ورد في أسماء الله الحسنى، لكن العالم اسم من أسمائه أيضا، يعني اسم من أسمائه، لكن في غير الحديث الوارد، في غير الحديث الايه، في غير الحديث الوارد. ومنه عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فالعلماء خذوا منه على انه هو العالم. خدت بالك؟ نعم. العالم الخبير المدبر، الخبير، الخبير الذي يعلم بواطن الأشياء، الخبير الذي يعلم بواطن الأشياء، بخلاف البصير. فالبصير معناه يعلم ظواهر الأشياء، يعلم ظواهر الأشياء، شيء الظاهر يعني، خدت بالك؟ وأما الخبير فهو الذي يعلم بواطن الإيه، بواطن الأشياء. وتارة تستعمل كلمة البصير في البواطن أيضا، بس مش في، مش يعني، ممكن تبقى في أسماء الله وممكن تبقى في الكلام العادي بتاعنا. يقال فلان بصير بالأمر، بصير بالأمر، فتستعار الحسيات للمعنويات، فتستعار الحسيات للإيه، للمعنويات. نعم. العالم الخبير المدبر القدير، المدبر برضو، المدبر زي الخبير، لأن معنى مدبر يعني الذي يدبر الأشياء، التدبير يعني دبر الأشياء، دبر الشيء يعني ما خفي من الشيء، دبر الشيء يعني ما خفي من الشيء. ويقال، ويقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن، يتدبرون يعني يعملوا إيه، ينظروا إلى خوافي الأشياء، إلى أدبار الأمور، لا ينظرون إلى ما يواجه منها فقط اللي هي الظواهر، وإنما ينظرون إلى أدبار الأمور، يعني بواطن الإيه، بواطن الأمور. فهو سبحانه وتعالى يدبر الأشياء، يعني يحكمها، واخد بالك، ويفعل الأشياء في بواطنها، يعني بمعنى أنه الأمور التي يدبرها سبحانه وتعالى يحكمها. وهذه الحكم غالبا تكون شيء مخفي، تكون شيئا مخفيا علينا. نعم. يدبر الأمر، يحكمه. نعم. القدير، نعم، القدير طبعا مأخوذ من الإيه، من القدرة، معروفة يعني، ودي صيغة مبالغة، ومنه القادر والمقتدر، ودي كلها صفات، في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمقتدر غير القادر، لأن المقتدر يعني أقوى في الدلالة اللغوية من قادر، أقوى في الدلالة اللغوية من قادر، لأنهم قالوا إن زيادة المبنى تدل على زيادة الإيه، تدل على زيادة المعنى. نعم. السميع، نعم، السميع، زي ما قلنا قبل كده في موضوع السميع ده، سبحانه وتعالى أنه عز وجل سميع، سمعا يليق بذاته المقدسة، في إطار ليس كمثله شيء. وليس معنى السميع يعني الذي يصغي، لأن الذي يصغي يشغله شيء عن شيء، يشغله شيء عن شيء. وأما سمعه سبحانه وتعالى فقد وسع كل شيء، فسمعه يختلف عن سمعنا، ليس كمثله شيء. يعني دايما إذا وجدت لفظا في جهة الله عز وجل أطلق مثله عند البشر، فيجب أن تنظر إلى المعنى بالنسبة لهنا والمعنى بالنسبة لهنا. فالمعنى بالنسبة لك أنك تدرك الأصوات إدراكا محدودا على قدرك أنت، خلاص، ولا بد لك من الإصغاء حتى تدرك. وأما هو سبحانه وتعالى فلا يقال عنه إنه مصغ، يعني ما تقولش أصغى الله تعالى إلى كذا وكذا وكذا، لا، إنما تقول سمع الله تعالى لكذا. وسمعه سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقته إلا هو عز وجل، لأنه ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. بعض العلماء فسروا بالثمرة علشان التقريب، عشان تقريب الأفهام إلينا، يعني تقريب الفهم إلينا. لكن هل ورد في الشرع تفسير السمع بذلك، بأنه إدراك الأصوات؟ ما وردش، خلاص. لكن يعني
أظن السيدة عائشة قالت تبارك من سمع وسع سمعه الأصوات، لما سمع المرأة التي يعني المرأة التي جادلت وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما كدت أسمعها وأنا بجوارها في البيت، ولكن الله تعالى سمعها. تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. طبعا هي لا تقصد أن تبين أن السمع بتاعه كسمعنا، لأنه ما حدش يقدر يقول كده خالص، والذي يقول ذلك يبقى دخل في إشكال مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. هو قال ليس كمثله شيء، دي قضية عامة، وما دام قال لك كده يبقى كل ما يخبرك به لا تأخذه بمعيار الأشياء التي عندك، ولكن خذه بمعيار أشياء أخرى. فيجي يقول لك طب بيقول سميع والألفاظ، قول له بس للتقريب علشان نعرف، لأن اللغة بتاعتنا ما عندهاش إيه أكتر من كده علشان التعبير، ليس عندها أكثر من هذا علشان التعبير. فإحنا نقول الله تعالى سميع سمعا يليق بذاته عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كده خلاص. نعم. البعيد. البعيد. البصير. البصير. ماشي قلناها. العلي. العلي. العلي هنا العلماء يقولون أن العلي المقصود بها من جهة الله سبحانه وتعالى علو المكانة وعلو القدر. العلي يعني أنه علي في القدر وعلي في الإيه؟ وعلي في المكانة. لأن لو اتكلموا عنها في موضوع العلو الحسي أو العلو الذاتي هتدخل معاهم في مشاكل أخرى. فعلى كل حال برضو العلي هو تعالى أخبر عن نفسه بأنه علي، علوا يتناسب مع ذاته سبحانه، لأنه ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. نعم. الكبير. الكبير برضو نفس المسألة، ليس المقصود به الحجم، لأن الكبر في الحجم ده بتاعنا احنا، وإنما الكبير ده بالنسبة للإيه؟ العظمة سبحانه وتعالى، كبير في العظمة يعني، أو كبير كبرا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، برضو ليس كمثله شيء. وأنه فوق عرشه للمجيد بذاته. طيب، ودية المسألة اللي بعض العلماء اعترضوا فيها على ابن أبي زيد القيرواني، وطبعا الفوقية دية بعض العلماء يقولون فوقية مكانة، وبعضهم يقولون الفوقية تحتمل المكان، فهم يعني قالوا ازاي هو يقول هذا الكلام. فبعض العلماء قال هو كقوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وكقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. الفوقية دي فوقية ايه؟ مكان. مكان. خدت بالك ان الله يضرب لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فايه فما فوقها، يعني فما فوقها اي فما دونها في الصغر مثلا. خدت بالك في تأويل لغوي يخافون ربهم من فوقهم انهم يخافون من فوقهم ربهم، يخافون من فوقهم ربهم، يعني ايه معناه؟ مش عارف انا، عشان في واحد كان فسرها بهذا الطريق، يخافون من فوق البشر ربهم، يعني من فوقهم، من فوق البشر، الضمير في فوقهم للبشر، ويبقى الملائكة يخافون رب البشر من فوقهم أي من فوق البشر، تفسير متكلف جدا ولم يدل عليه دليل ولا حدش قاله يعني، إنما هو الفوقية فوقية العظمة العلو المكانة. خدت بالك؟ عشان احنا لو خدناها على فوقية المكان هتبقى المشكلة، هيبقى مشكلة، يبقى كده في الحالة دي نبقى احنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلناه كالبشر او مثل الناس او مثل الاشياء، فاحنا بنقول انه ليس كمثله شيء. او بعض الناس يقول لك نسبي فوقية له سبحانه وتعالى لا يعلمها الا هو، وتسقط المسألة على كده. خلاص؟ يعني في بعض الناس قال لك النصوص التي وردت هكذا يعني يجب علينا أن نأخذها في إطار ليس كمثله شيء بس، لا يتطرق إلى الوهم أبدا. المسائل العادية بتاعتنا احنا دي لا يتطرق أبدا. لذلك حتى الإمام الغزالي وغيره اتكلم في المسألة بكلام كثير في موضوع الجهة، قال لك والله إن كان الفوق الفوقية فوقية مكان، فإما أن يكون محازيا للعالم
أو لا يكون محازيا. فإن كان محازيا للعالم هيبقى في جهة الفوق ويكون مقابلا له، وحينئذ هيبقى في له جهة، وإذا كانت له جهة هيبقى في الحالة دي إيه؟ يعني متناقض مع ليس كمثله شيء، هذا تناقض مع ليس كمثله شيء. وعلى كل حال دي أبحاث طويلة وكثيرة، إحنا إن شاء الله يعني نرجئها عندما نتكلم عن العقيدة. وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان. في كل مكان بعلمه، طبعا هو الظرفية ليس المقصود بها الظرفية هنا، بحيث أنه يبقى في كل مكان، يعني هو في كل مكان، وإنما بعلمه في كل مكان، يعني هو بعلمه في كل إيه؟ بعلمه في كل مكان. وإنما الذي يقال عن الله تعالى أن تقول موجود مع كل موجود، موجود مع كل موجود، يبقى حكاية موجود في كل الوجود دي غلط، إنما تقول موجود مع كل موجود، لأنه قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال عز وجل وهو معكم أينما كنتم، يبقى ما نقولش هو في الوجود، وإنما نقول هو مع كل موجود بعلمه سبحانه وتعالى. ويا ترى المعية دي بقى معية إيه؟ واحد قال معية ذات، واحد قال معية علم، يعني هو مع كل واحد معية إيه؟ معية علم سبحانه، كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. من قال بمعية ذات؟ هتبقى فيها مشكلة شوي، لأن أنت قد تكون في دورة المياه، هيكون معك بذاته سبحانه وتعالى في هذه المسألة؟ المشكلة يعني مشكلة، إحنا كل شيء ينبغي أن ينزه الله تعالى عنه ينبغي أن نترك النصوص على حالها هكذا، ونؤمن به سبحانه بأن له معية، إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا، خلاص؟ يبقى معهم بإيه؟ بتأييده وبنصره، والمعية تفسر بحسب ما سيقت من أجل، واخد بالك؟ نعم. معية المراقبة وهو معكم أينما كنتم، معية المراقبة، تمام؟ مثلا يبقى المعية تفسر بحسب الإيه؟ إحنا في لغتنا العادية بنستعمل الكلام ده، يعني لما تيجي مثلا تقول له يا أخي أنا معاك والله العظيم خطوة بخطوة، وإنت فين إنت؟ يمكن إنت في آخر الدنيا، بس تقول له أنا قلبي معاك أو أنا معاك، هل قلبك معه؟ معه بذات القلب. فالمعية بتطلق بيعبر بها عن معية العلم ومعية المراقبة ومعية التأييد ومعية النصرة والله مع المتقين وكذا وكذا، كل ده إيه؟ كل دي تتناسب مع بحسبها. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان يعني ابتدأه، ابتدأ خلقه، خلق يعني ابتدأ خلقه، والخلق إيه معناه؟ اختراع وإيجاد أو تقدير، يبقى في خلق بمعنى التقدير وفي خلق بمعنى الاختراع والإيجاد، والمناسب طبعا هنا الخلق بمعنى الاختراع والإيجاد. خلق الإنسان يعني اخترعه وأوجده، خلاص. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، لأنه هو الذي يضع الخواطر في الصدور وفي القلوب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، طبعا دي مسائل معروفة، وهو يعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه بالإيه؟ من حبل الوريد. أقرب إليه بإيه؟ أيوة كده، من حبل الوريد بالعلم، خلاص، وبالمراقبة، من حبل الوريد. حبل الوريد اللي هو الحبل الموجود في العنق الذي يوصل، رايح فين يا أحمد؟ الذي يوصل إلى القلب بتاع الإنسان كده، تجد الحبل ده
هو الذي يعني يعطي الدم للقلب ويغذي المخ وإلى آخره. فسبحانه وتعالى ده أقرب حاجة للإنسان، فالله تعالى أقرب من ذلك إلى الإنسان. يعني كل حركة وكل سكنة وكل خاطر وكل هاجس وكل حديث نفس وكل عزم وكل نية هو سبحانه وتعالى عالم بها، فضلا عن الأشياء المترجمة، فضلا عن الأشياء الإيه المترجمة. يا أحمد أين ذهب الولد؟ وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هو يعني إيه أخذ معنى الآية في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الإيه من حبل الوريد. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كلمة من تفيد الجنس، يمكن أن في غير القرآن وما تسقط ورقة، ولكن لما يقول وما تسقط من ورقة يبقى من للإيه جنس، كأن الجنس أي جنس ورقة هو سبحانه وتعالى عالم بها. وشوف هو درج الأشياء من الصغير إلى الأصغر إلى الأصغر إلى الأصغر ثم إلى العموم، فقال سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة، دي صغيرة بالنسبة للشجر وبالنسبة لغيره وإلى آخره صغيرة. ثم قال عز وجل ولا حبة، الحبة أصغر من الورقة بلا شك، وقال في ظلمات الأرض كمان، يعني حتى في ظلمات الأرض في تخومها الحبة حينما إيه حينما تدخل داخل الأرض وتغطى هو سبحانه وتعالى يعلم بها هل تنبت أو لا تنبت وكيف تنبت، مش هو اللي بيعملها أصلا، لأنه هو اللي بينبتها وهو اللي بيعمل فيها كل حاجة. ولا حبة في ظلمات الأرض، وهو سبحانه وتعالى يستوي عنده الشيء إذا كان في ظلمة عندنا أو في نور، لأنه هو لا يحجبه شيء عن شيء أبدا. ولا رطب، يا ولد دخل في العموم، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني كل شيء أحصاه الله تعالى في اللوح المحفوظ في كتاب مبين، يبقى في كتاب إيه مبين واضح ظاهر، يعني كل حاجة واضحة. هل يا ترى المبين وصف لشيء ولا وصف لكتاب؟ وصف لكتاب. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إيه إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، استوى ديت بقى اللي فيها كلام عند العلماء، قال العلماء إنها كناية على استقرار الأمر له سبحانه وتعالى، وبعضهم قال استوى استواء لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، زي ما سألوا الإمام مالك رضي الله عنه فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا المبتدع من مجلسنا. الإمام مالك قال ذلك لأنه هو أثار قضية لم يكن السلف الصالح يتحدثون فيها، وبيدور على متشابه القرآن الكريم، ولعله علم أنه كان يريد جدلا ولا يريد علما، أنه علم أنه لا كان لا يريد جدل كان لا يريد علما وإنما كان يريد جدلا، كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه مع السائل مع المفسر لقوله تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، فأخذ يسأل عن والذاريات والمرسلات والأشياء دي كلها، فلا يريد أن يفسر معناه وإنما يريد أن يعمل إيه؟ يعلم الناس أن في القرآن أشياء متشابهة قد لا تفهم، ويثير قضية المتشابهات علشان الناس ما إيه يعني تعلم أن في القرآن أشياء غوامض وتقعد تبحث عنها وقد يقول الإنسان فيها بغير علم وهو إلى آخره. فلذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه منعه من التفسير، ثم بعد ذلك
فسر مرة ثانية فقال لماذا تفعل؟ قال شيء في رأسي يا أمير المؤمنين. فضربه بالعرجون حتى أدماه وأوجعه، فقال الآن ذهب الشيء الذي في رأسي يا أمير المؤمنين، واخد بالك؟ فيبقى إذن في بعض الناس قد يسأل أسئلة لا يقصدون بها العلم، إن قصدت به التفسير وقصدت به العلم وقصدت به الرد على الشبه والطاعنين فلا بأس إن كنت تتكلم بعلم، وأما إن قصدت أنك تثير الشبه وتثير البلبلة بين الناس بسؤال عن أشياء سكتوهم عنها ولم يطلبوها ولم يتطلبوها ولا الأمر يتطلبها ولا الأمر كذا، فذلك شيء لا يجوز لك أن تفعله، مفهوم؟ يبقى الإمام مالك لما نهاه علم أنه رجل يريد أن يثير شغبا وشبها، ليس كقوم دخلوا في هذا الأمر مضطرين لما وجدوا المستشرقين والطاعنين في الإسلام تكلموا عنه، فتكلموا عنه من حيث اللغة، يعني فسروه بأمور لغوية، دول يختلفوا عن هؤلاء. عشان كده لما يجي واحد مثلا يقول لك إن الإمام مالك رحمه الله منع أن حد يتكلم في هذه المسألة، نقول له الإمام مالك علم أن ذلك الرجل كان يريد أن يثير شبهة، وتلك الشبهة لا داعي لها، كالذي كان يتفقد الإمام أحمد بن حنبل عندما يصير ويغدو ويذهب إلى المسجد، وكلما وجده أثار شبهة وهو جالس، فكان الإمام أحمد بن حنبل يجادله كثيرا، ولكنه كان في نهاية الأمر يسكت وينصرف. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يسكت وينصرف بعد أن يأتيه بحجج ويحاول أن يقنعه، ولكن هذا الرجل يثير شبها، فماذا كان يفعل؟ ومن العجيب أن هذا الرجل كان لا يترك مجلس الإمام أحمد بن حنبل، وكان أيضا صديقا لوالده، يعني الإمام أحمد كان صديق لوالد ذلك الرجل، وكان هو في نفسه شيء من الإمام أحمد بن حنبل، فكلما جلس الإمام ووعظ الناس وتكلم في المسجد يقوم هو فيثير سؤالا، ليس يريد أنه يعيب الإمام أحمد ولا يتكلم عن كذا ولا، ولكنه كان يثير سؤالا، هذا السؤال يثير شبها عند العوام وعند المتكلمين، فمرة يجيب ومرة يقول له هداك الله هداك الله ولا يجيب، خدت بالك؟ فإذا العالم ينبغي عليه أن يكون خبيرا بالناس، فمن علم أنه يريد شبها عليه أن لا يفتح له المجال، ومن علم أنه يريد أن يتعلم أو يعلم فعليه أن يقوم معه حتى إيه، إما أن يقنعه وإما أن يعني يتركه ويبين للناس المسألة. يبقى لما قال له الإمام مالك أخرجوا هذا المبتدع من مجلسنا، إنما أراد أن هذا الرجل أراد شبهة لم يكن الوقت قد حان للكلام فيها، سيبها على كده، تكلم عنها ليه الآن؟ لماذا تتحدث عنها الآن؟ ما فيش حد تطلبها ولا حدش بحثها، والناس لغاية دلوقتي تركت المسألة وعلمت أن الاستواء يتناسب معه سبحانه وتعالى، وما حدش أراد أنه يفتح المسألة دي، أنت بتفتحها ليه؟ لماذا تفتح هذه الشبهة؟ وكذلك ما تجدونه من ذم الإمام الشافعي رضي الله عنه للكلام مثلا، الإمام الشافعي رضي الله عنه ورد عنه أنه ذم الكلام، وكثير منهم يذمون الكلام، الكلام في أمور تفتح مجالات الشبه على الناس التي لا يتطلبها شيء، وأما الأمور التي يتطلبها شيء، يعني الرسول ألا تتمنوا لقاء الإيه، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واخد بالك؟ أنت ما فيش حد الآن تشكك في شيء ولا في شبهة عند أي حد، بتقول له الرحمن على العرش استوى يقول لك سلمنا، خلاص ما فيش مشاكل، حدش قال لك فيها حاجة دي، ليه أنت تقعد تدعبس في الأمور وتبحث في الشبهات وتخليه هو تحصل عنده لجلجة في عقيدته وتحصل عنده شبهة في عقيدته؟ ما فيش حاجة تتطلبها الآن، إن فعلت ذلك يبقى أنت فاتح باب الفتنة على الناس، تبقى أنت فاتح باب الفتنة على الناس. طب افرض حصلت الأمور ديت
وتكلمنا فيها، ماذا يحدث؟ كان ولا بد أن نزيلها، لابد أن نعمل إيه؟ أن نزيلها، لأن هذا من باب النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. يا ترى إحنا بنزيلها بإيه؟ ما بنزيلها ومع ذلك نفوض أمرها إلى الله عز وجل. هل هذا يشبه مسألة القدر؟ كالقدر تمام، لأن القدر يعني الرسول قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، ما تتكلموش في القدر. لكن حينما حدث إن بعض الناس تكلموا زي معبد الجهني وتكلموا في القدر وراحوا لسيدنا عبد الله بن عمر، ماذا حدث؟ ذكر لهم الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت الأمور التي لم تلد بعد وما فيش حد مفتون فيها ولا حد يعني المفروض أنه يتكلم فيها، لا تسرها. إن أسرتها أنت يبقى أنت المروج الشبهة، أما إن وجدت شبهة فيجب عليك. وده اللي يجب علينا أن احنا نعرفه بالنسبة للخلف. الخلف نفسهم لم يسيروا شبها على الناس، لكنهم وجدوا شبها فأرادوا أن يبينوها فقط، وأرادوا أن يردوها. عشان كده الشخص اللي يذمهم ويقول لك دول ناس مش كويسين وناس بدأوا يتكلموا وناس بدأوا يعملوا، هم معذورين، هم كان الود ودهم أن يسيبوا الأمور على ما هي عليه ولا يتكلمون في شيء من هذا، لكنهم وجدوا شبها. فهذه الشبه يسيبوها ولا يتركوها يردوها؟ لابد أن يردوها. نعم، فهو ديت عايزين نفهم بس موضوع كثير من الناس يتكلم عن الكلام، وكثير من الناس تراه يزم الكلام، وكثير من الناس ده حتى بعضهم منع دراسة المنطق، يعني قال لك المنطق ده حرام، والإمام النووي نفسه يعني حرم دراسة المنطق، خدت بالك؟ ولكن الصحيح ان العلماء قالوا ان مدام الحاجة تتطلبه ولا بد منه في مسائل العقل ومسائل الجدل ومسائل كذا ومسائل كذا والرد على الخصوم، قال لك لا يجوز، يجوز دراسة المنطق. بس برضو لما أجازوه أجازوه بقدر بمقدار، ولذلك تجد كتب المنطق اللي ألفت قليلة جدا، يعني صغيرة، حتى حواشيه صغيرة وليست كبيرة. نعم. وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، طبعا ده معروف، يعني أسماء الحسنى، الحسنى ديت في حسن وفي أحسن وفي حسنى، أكبر حاجة اللي هي إيه؟ حسنى. خدت بالك؟ للذين أحسنوا، أنت عملت أحسنوا إحسان يبقى تاخد الإيه؟ الحسنى. واخد بالك؟ يبقى في حسن وفي آية بتقول إيه؟ وقولوا للناس إيه؟ حسنا، حسنا، وقولوا للناس حسنا. طب يعني يقولوا للناس إيه؟ يعني ده أنت تقولوا للناس أعلى حاجة في الحسن، زي ما تقول فلان رجل عادل وهذا أعدل وهذا عدل، أنهي اللي أقوى فيهم كلهم؟ هو عدل، لأنك جعلته هو نفسه هو العدل. فطبعا الحسنى ديت إما قلناش إحنا إنها صفة للأسماء، يبقى كل اسم من أسمائه حسن 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 حسن، ويبقى جمعها إيه؟ حسنى. لكن لو فرض إن إحنا عملناها للمفرد، ها، يبقى في الحالة دي الحسنى أعلى حاجة، الحسنى أعلى حاجة. وكلمة له الأسماء الحسنى، ليه بقى الأسماء الحسنى بتاعته؟ في آية هنا وبالوالدين إحسانا، ماشي، وبالوالدين الحسنى أعلى من الإحسان؟ لا، وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، لأنه جاب المصدر هو هنا، أحسنوا بالوالدين إحسانا، لأنه ما دام ما ذكرش الفعل يبقى لازم يجيب للمصدر عشان يدل على إن في فعل محذوف هنا، فقال لك وبالوالدين إحسانا، خلاص. إنما هناك قال وقولوا للناس حسنا، قولوا جاب الفعل أهو، فمش عايزين تقدير، لكن هنا جاب المصدر وبالوالدين إحسانا، يبقى وأحسنوا بالوالدين إحسانا، خلاص. طيب هنا معانا إيه؟ الـ الـ الأسماء الحسنى. ليه الأسماء الحسنى؟ ليه حسنى دي بقى؟ كل ما فيها يدل على الكمال، أعلى درجات الكمال، بل الكمال المطلق، خلاص.
حتى لو قال ان فيها المنتقم، قال لك نعم حتى لو فيها المنتقم. ليه بقى ان شاء الله؟ قال لك نعم لانه لا ينتقم الا لايه؟ لحق. لا ينتقم الا لحق، فساعات الانتقام يكون حسنا. ساعات الانتقام يكون ايه؟ يكون حسنا. خدت بالك؟ ها؟ يعني انت مثلا تجد ان ساعات الصوره تبقى فساد، ولكن هي في الحقيقه حسن. الصوره تبقى فساد وهي في الحقيقه ايه؟ حسن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تعثوا في الارض مفسدين. العثو اللي هو ايه؟ الفساد. والمفسدين هي فساده، كانه بيقول ولا تفسدوا ولا تفسدوا مرتين. قال لك لا، لان العثو افساد في الصوره، ولكن الافساد الثاني افساد في الحقيقه. فكانه بيقول لا تفسدوا قاصدين للافساد الحقيقي، وان افسدتم الصوره لا باس لاجل الحسن. ان افسدت الصوره لاجل الحسن لا باس. انت عندك مثلا السفينه بتاعت الناس اللي حملوهم في سوره الكهف دي، عملوا ايه فيها؟ خدوا لوح وقطعوه من السفينه، هذا افساد ولا مش افساد؟ افساد. لكن هل هذا افساد حقيقي ولا صوري بس؟ صوري، يبقى ده اسمه عسو. عسو بس. لكن المقصود انك تعسى في الارض فسادا، يعني تعمل فساد في الارض. تعمل فساد بقصد الفساد، بقصد حقيقه الفساد. لما يجي طبيب يقطع ايد واحد اصابها مرض، يبقى ده افساد؟ افساد، ولكن افساد في الصوره. ولكن هو في الحقيقه صلاح. هو في الحقيقه صلاح. لما تيجي تحفر شارع زي ده، وبدل ما هو شارع مستقيم وبتاع تروح حفره كده تخليه، يبقى ده في الحقيقه ايه؟ افساد، ولكن افساد ايه؟ صوري، لقصد الاصلاح. فالافساد لقصد الاصلاح لا باس. افرض ان انت مثلا راكب سفينه، وبعد ذلك جاء السائق، ما هو رايحين انتوا لموجه عاليه قوي، والسائق انت شايفه مش كويس، مش عارف يسوق كويس السفينه ولا يقود السفينه. فرحت، هو حقه طبعا انه يقود السفينه وانت واحد عادي، والمفروض ان حقه هو حقك انت يعمل ايه؟ انك انت مالكش دعوه بالسفينه وهو اللي يقود. لكن وجدت انه هو مخلخل في الامر، اضرب على ايده كده اهوت وخدها منه غصب عنه، وروح انت خد السفينه واعملها. في الظاهر انت عملت ايه؟ افساد، ولكنك قصدت بالافساد الاصلاح. قصدت بالافساد الايه؟ الاصلاح. حتى كذلك انت مطلوب منك ما توبخش حد، ما تلومش حد، ما تشتم، ما تزعقش لحد مثلا يعني. لكن رايت انسانا مهملا في امر فلومته وزعقت له وعملته، يبقى انت عملت ايه؟ ده فعلا افساد من حيث الظاهر، ولكن اصلاح في الحقيقه. ده هو اصلاح في الحقيقه، وده مش مطلوب مننا احنا. المطلوب مننا الايه؟ ان احنا ما نفسدش الافساد الحقيقي اللي نقصد به الافساد، واما الافساد الذي يقصد به الاصلاح فده لا يسمى افسادا. فهنا معانا للاسماء الحسنى قلنا عليها ايه بقى؟ الله سبحانه وتعالى كل اسمائه حسنى، حتى المنتقم حسنى من الاسماء الحسنى. ليه؟ لانه يفعل الاشياء اللي يمكن في صورتها الظاهريه مش كويسه في نظرنا، ولكنها في الحقيقه خير. قد يبتلي عبدا بشيء، قد يبتلي عبدا بشيء، وهذا الشيء الذي يبتلي به العبد من الممكن انه يكون في نظرنا احنا شر، ولكنه في الحقيقه خير. في الحقيقة خير، واخد بالك؟ نعم. والصفات العلى، العلى في المكانة المنزهة عن المشابه والمماثل. صفات العلى في المكانة المنزهة، لأن احنا قلنا قبل كده الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. والوحدة دي وحدة إيه؟ هل وحدة وحدة مجرد وحدة فقط ولا وحدة كمال؟ ده وحدة كمال طبعا. فهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. مفهوم؟
لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. لم يزل بجميع صفاته، يعني هو سبحانه وتعالى صفاته لا تزول عنه أبدا، بل هي مستمرة باقية بقاء الذات، وهو تعالى باق سرمدي أبدي دائما، لا يلحقه فناء ولا يلحقه عدم، وصفاته كذلك. وصفاته إيه؟ وصفاته كذلك. نعم، احنا عندنا في حاجة اسمها الأزل، وفي حاجة اسمها ما لا يزال أو لا يزال. إيه الفرق بينهم؟ الأزل ده في الماضي، في القدم قديم، ولا يزال في الاستمرار، البقاء المستمر على طول. فهو لم يزل يعني مستمر بصفاته سبحانه، لا تنفك عنه صفاته. يعني ربما ظن أن الصفات إحنا عندنا الأمور إما عرضية وإما جوهرية، والجوهرية الذاتية لا تتخلف، والعرضية تتخلف تنفك. الإنسان عنده اليوم عافية، قد يكون غدا ليس عنده عافية، يكون عنده قدرة اليوم ليس عنده قدرة غدا. خدت بالك؟ لأن الصفات عارضة. فما دام قلنا صفات، قد يظن ظن أنها إيه؟ عارضة. فقال لم يزل بجميع صفاته. صفاته سبحانه وتعالى ليست عارضة، وإنما باقية ببقاء إيه؟ باقية ببقاء ذاته سبحانه وتعالى. نعم. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. طبعا هذا حق، لأن لو كانت صفاته مخلوقة لكانت حادثة، لو كانت صفاته مخلوقة لكانت حادثة، ولو كانت حادثة لاتصل بالقديم حادث، واتصال القديم بالحادث يقتضي أن يكون بعضه حادثا، وإذا كان بعضه حادثا فإنه إيه؟ لا يكون قديما. إذا كان بعض حادث لا يكون قديما. يبقى إذن إحنا لا يمكن أن نقول إن الله سبحانه وتعالى فيه شيء من الحوادث مطلقا بأي حال، ولا الصفات حتى إطلاقا، ليست الصفات. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الإرادة حادثة والعلم حادث، وإحنا نقول لا، العلم قديم والإرادة حديثة، قديمة والإرادة قديمة. يبقى إذن هو سبحانه وتعالى بكل صفاته يوصف بالقدم، لا يمكن أن يكون حادث متصف بقديم ولا قديم متصف بحادث مطلقا. خلاص. فتعالى سبحانه وتعالى أن تكون صفاته إيه؟ مخلوقة أو حادثة. وإيه تاني بيقول؟ وأسماؤه محدثة. العلماء يقولون إن الأسماء قديمة أيضا، قدم الذات. يعني ليس معنى ذلك أن خلقه هم الذين سموه بها، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي سمى بها نفسه قديما. خلاص. وأما تسميتنا نحن له بها، يعني التسمية بتاعتنا احنا لما نقول قولنا له بأنه الخالق وأنه هذا حادث، قولنا نحن حادث. وأما التسمية الأصلية بتاعته هو إيه؟ قديمة سبحانه وتعالى، قديمة. خلاص. فإذا هو خالق قبل أن يوجد مخلوق، ورازق قبل أن يوجد مرزوق، وواحد قبل أن يوجد موحد. خلاص كده. يبقى كده الموحد ده ما هو إلا نطق بالوحدانية له، وما هو إلا ذكر اسمه تعالى بأنه خالق فقط. فإذا أسماؤه قديمة. خلاص. وأسماء حتى أسماء توقيفية، يعني إحنا ما لناش حق إن إحنا نطلق على أسماء عليه تعالى اسما إلا إذا إيه؟ إذا أطلقه على نفسه. وطبعا الكلام ده كله يجي بعدين، بس هو بيتكلم في الثناء عليه سبحانه وتعالى كده في الأول، يعني إنما لسه هيقول الكلام ده بالتفصيل. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، ردا على المعتزلة الذين يقولون إنه لا يتكلم،
وإنما خلق الكلام في شجرة وتلك الشجرة كلمت موسى. ونحن نقول الله تعالى تكلم بكلام ففهمه موسى عليه السلام، وتأكيده تعالى بقوله وكلم الله موسى تكليما يدل على أنه هو نفسه الذي كلمه سبحانه، لا الشجرة التي يقول عنها المعتزلة أنه كلمه على شجرة، لأن عندهم أن الكلام يحتاج إلى حروف وأصوات، والحروف والأصوات لابد أن تمر على لسان ونطق، وهذه الأشياء من صفات الحوادث. إحنا نقول لهم لا، له كلام، وكلامه سبحانه وتعالى يتناسب معه سبحانه، وقد كلم موسى بنفسه وبذاته، وكلم الله موسى إيه؟ موسى تكليما. والذي ينكر ذلك كافر، الذي ينكر ذلك إيه؟ الذي ينكر كلام الله عز وجل كافر. نعم. مثل الكلام يعني في صوت، نعم، صوت سمعه موسى عليه السلام، صوت يليق به تعالى، لكن ليس كأصواتنا، ليس كأصواتنا. وسيدنا موسى عليه السلام علمه وسمعه وفهمه، حتى قيل إن موسى لما سمع كلام الله عز وجل حينما انتهت المكالمة وسمع كلام المخلوقين تقيأ، ما قدرش يتحمل كلام المخلوقين، يعني حس إن كلام المخلوقين بالنسبة لما سمعه من كلام الله كلام يعني أصواتهم مقرفة خالص، فما قدرش يصبر عليها. هكذا ورد في بعض كتب التفسير، قالوا إنه هو بمجرد ما خلص الكلام بتاع رب العالمين وأدركته لذة سماع كلام الله عز وجل وحدثت له النشوة العظيمة وأحس بحلاوة هذا الكلام، أول ما جه يسمع كلام الناس كاد أن يتقيأ من سماع الأصوات. يقدر يكون الصوت نفس الصوت، لا سيكلمنا الله به يوم في الجنة ولا في، سيكلمنا الله تعالى كلاما يليق بذاته تعالى، والمؤمنون مؤمنون بهذا، وأهل السنة يثبتون هذا ويقولون كلام يليق به سبحانه وتعالى، ليس ولا ندخل مع المعتزلة في قولهم الحروف والأصوات والكلام ده. أخي ده احنا دلوقتي حاليا بنسمع الكمبيوتر ده مش بيقول كل حاجة؟ هو بيقولها بلسان ولا بيقولها بأصوات ولا بيقولها بكذا؟ مش أي حاجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وجاب لنا أشياء تقريبية، بيقول أن مش لازم الكلام يعني يبقى كده بالطريقة اللي انتوا بتعملوها دي، ولسان يتحرك وبقك يتحرك وكذا وكذا. طب ما انتوا عندكم أجهزة الآن هي وآلات تتكلم، وانتوا بتقولوا آل التسجيل كذا وآل الكمبيوتر كذا ويتكلم وكل حاجة، ولا بيتكلم لا بأصوات ولا بحروف ولا بس في صوت ولا ما في صوت بتسمعه؟ فيه صوت، لكن تعالى قول ده بيحرك لسانه، بيحرك بقه، فين البق بتاعه، فين اللسان بتاعه؟ ما فيش. يبقى إذن مدام ربنا عمل في المخلوقين أشياء لا يمكن أن توصف بحروف ولا أصوات ولا لسان ولا غير لسان، يبقى تقول لي ربنا يتكلم ازاي؟ هو يتكلم، ونؤمن بأنه يتكلم، وكلامه صفة أزلية له سبحانه غير مخلوقة، طبعا لأن دي من صفاته هو سبحانه وتعالى، خد بالك. نعم. بالنسبة لآية التي تقول يعني ما كان الله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هو بشر عادي، طب أو يرسل رسولا، وهو أرسل رسول سيدنا موسى، يعني ما فيش بشر عادي لنا ولا أنت ولا أي حد يطمح إلى أن يكلمه الله عز وجل، من قال من يستطيع أن يقول ذلك؟ من يستطيع البشر العادي أنه يكلمه ربنا؟ أو من وراء حجاب، وحتى ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، وموسى عليه السلام برضه لم يره لما كلمه. فين أخوك يا؟ إيه؟ إيه؟ طب روح أنت جوه هناك، روح دلوقتي جوه معاه هناك، اجري وما تردش الباب ده، سيبه. سيب الباب اللي هناك ده. أيوه، اللي جوه ده. نعم، أنت بتسجل. أعوذ بالله. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. عظيم.
وتجلى للجبل حقيقة، لأن ده ورد في سورة الأعراف، يقول الله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى ربه للجبل تجليا يليق بذاته سبحانه وتعالى. نعم، جعله دكا لأن ده يعني حدث على تعليق الرؤية على إيه؟ الرؤية على ثبات الجبل، تعليق الرؤية على ثبات الإيه؟ على ثبات الجبل. قال له: لن تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فسوف تراني. خلاص. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل لأنه لم يطق رؤية، لم ينطق تجلي الله عز وجل. القرآن حتى في كتب التفسير حديث له ان القدر الذي كشف من الحجاب بين الله وبين الجبل قيد يعني نصف ملهم. لا بأس. حديث يعني قرأت فيه يعني 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 نعم، لكن على كل حال يعني الجبل لم يقدر على لم يطق التجلي. حتى ذكر القرطبي في التفسير ان الجبل لا يزال يدكدك في الارض الى يوم القيامة من هيبة الله عز وجل. الجبل لا يزال يدكدك في الأرض من هيبة الله سبحانه وتعالى إلى الآن. نعم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفدع. نعم، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وإحنا طبعا العقيدة بتاعت أهل السنة أن القرآن صفة لله تعالى وهي كلامه، وحيث كان صفة لله فلا يمكن أن تكون مخلوقة. طبعا احنا عارفين القضية بتاعت الإمام أحمد بن حنبل الذي ضرب حتى إيه؟ المعتزلة بقى بيقولوا إن القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، القرآن خلقه الله تعالى وأنزله على خلقه فتكلم يتكلمون به، وهذا لا يليق أبدا مطلقا، بل القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن مدام أطلقنا عليه أنه كلام الله يبقى لابد أن نقول عنه إنه غير مخلوق، لأنه صفة له سبحانه وتعالى، صفة له سبحانه وتعالى. نعم. وهو لفظه ومعناه من عند الله الاثنين، يعني نحن نقول الله تعالى، القرآن كلام الله، الله تكلم به لفظا ومعنى من عنده سبحانه وتعالى، خلافا لمن توهم أن الأشاعرة يقولون إن المعنى من عند الله واللفظ من عند جبريل. هذا افتراء عليه وخطأ، لا يقولون ذلك ولا يقول أحد بذلك مطلقا، وهذا القول ساقط الموجود في بعض الكتب والمدسوس عليهم، هذا قول المعتزلة. وأما قول الأشاعرة فلا يقولون ذلك أبدا، بل يقولون إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى باللفظ وبالمعنى. إنما دكهم يقولوا، بعض الناس يقول لك ده القرآن معناه من عند الله ولفظه من عند جبريل عليه السلام، ويقولوا ده قال ربنا قال إنه لقول رسول كريم. نقول له والله الإضافة تكون لأدنى ملابسة، الإضافة تكون لأدنى ملابسة. خلاص، يعني أنا مثلا أرسل إنسانا من عندي وأحفظه كلاما أنا متكلم به وأقول له قل لفلان كذا وكذا، فيمكن أن أضيف الكلام إلى المتكلم به حقيقة وأضيف الكلام للمبلغ للكلام، أقول فلان يقول لك كذا وفلان أرسل رسوله يقول لك كذا، يعني ممكن أنت تضيف الكلام للرسول وتضيف الكلام لمين؟ للذي أرسله حقيقة، فالإضافة تكون لأدنى ملابس، يبقى ما فيش فيها مشكلة في حكاية إنه لقول رسول كريم أبدا إطلاقا، لأنه قول رسول، لأن من المتكلم المباشر به؟ الرسول الكريم. إنما إحنا مؤمنين بأن القرآن لفظا ومعنى من عند الله تعالى. قول لي بقى أتكلم بصوت مش بصوت، إحنا ملناش دعوة بالكلام اللي ملوش معنى ده خالص. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. برضو القدر إن شاء الله حيأتي الكلام عنه وتعريفه ومعناه عندما يتكلم عنه في فالإيمان بالقدر. القدر هل هو القضاء أو القدر يختلف عن القضاء؟ قال بعض العلماء القضاء هو الإرادة
التي أرادها الله تعالى قديما. والقدر هو إيه؟ وقوع الحاجة دي. يبقى في الحالة دي القضاء غير الإيه؟ غير القدر. والمطلوب منك أنت أن تؤمن ويأتي القضاء ممكن يطلق على التقدير، وهيجي ما يعني مزيد كلام لهذا الأمر، يعني لأن إحنا بس مش بنتكلم الآن فيها، لسه هيتكلم فيها هو. فيبقى إذن يجب عليك أن تؤمن بذلك، يجب عليك أن تؤمن بالقدر، ما قدره الله سبحانه خيره وشره. شره بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا نحن، إنما قد يكون خيرا عند من قدره، يعني قد يكون خيرا عند من قدره خيره وشره. طب افرض كان شر، اقول له والله لا يسأل عما يفعل، احنا ما لناش دعوة برضه. افرض يعني حتى لو فرض ان هو يعني هيقعدوا يتمحكوا او يقول لك يا اخي طب وايه، يعني مثلا الانسان اللي اتولد يعني مكسح ده وظل في حياته هكذا كسيحا، ما الخير بالنسبة له؟ ايه؟ لأنه مسلم يعني، ولا مش احنا ما هنقول يعني افرض يا اخي ان هو هنعتبره شر، انت مالك انت بقى يسأل لا يسأل عما يفعل، من باب الادب لا يضاف الله ما يضرش. احنا في ده وضع تاني، ده وضع تاني، لكن احنا عايزين نتنزل حتى مع احنا عارفين ان افعال الله سبحانه وتعالى كلها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الحكمة دي علمناها، أدينا بنعرفها، ما علمناهاش برضو هو أعلم بها سبحانه وتعالى. لكن افرض أنه هيقول أن الحاجة دي شر زي بعضه يا سيدي، ها؟ طيب أنت بقى إيش دخلك أنت بالمسألة دي؟ على الله سبحانه. حتى الشيخ الحضارة العلماء الذين حتى قالوا سموها شر، قالوا ما فيش حاجة في الكون أبدا شر محض، ما طيب ما يعني احنا عاوزين نقول لهم ماشي، يعني ده ما دي الكلام اللي احنا عارف. افرض ما اقتنعوش وقالوا انه شر، نقول له طب افرض شر، انت مالك انت لا يسأل عما ايه، هو حد مشارك، هو حد مشاركه في كونه؟ لما دخل القاضي عبد الواحد قاضي عبد الجبار على واحد من اهل السنة وقال له، اول ما دخل ده قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، بيغمزه بالكلام يعني، ده معتزلي كان، سبحان من تنزه عن لم يخلق الشر يعني الشر. نعم، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه الثاني قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له المعتزلي عبد الجبار، قال له أفيريد ربنا أن يعصى؟ فرد عليه قال أفيعصى ربنا كرها غصب عنه، يعني من غير ما يكون رايد. قال له طيب أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فرد عليه قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يفعل ما يشاء. وكل حاجة بتاعته، هو حد مشارك، حد مشاركه في هذه المسألة، يخلق ده كويس، يخلق ده كذا، يخلق ده كذا، هو لا يسأل عما يفعل. وتريح دماغك من الناس المجرمين اللي هم هو قال لنا كده يعني، قال لنا كده يعني، كان جوابات هذا العالم على الجبار الله يعني رائعة جدا يعني. ايوه، ما هو التاني كمان كان عالم آخر يعني الغمز اللي بيغمزه له ده برضو يدل على علم اكيد سبحان الله. والتاني رد عليه رد والحمد لله يعني قوي، سبحان الله. أيوة. ربنا كده على طول رد قوي، فمعنى ذلك ان المساله ما هيش شيء برضه سبحان الله. اللي وقع مع عمرو العبيدي لما المعتزلي برضه، نعم المعتزلي القدري برضه سبحان الله. أيوة أيوة أيوة. اللي هو الاعرابي لما قال له ان قد سرقت فادعوا الله ان يردها علي، فقال اللهم ان ناقت هذا سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم فردها علي. فقال الاعرابي يعني الان ايقنت انها لن تعود ولا حاجه لي الى دعائي. قال وما ذاك؟ قال انك قلت انه ولم يرد سرقتها فسرقت، ولا آمن إن أراد أن تعود فتعود. رد عليه بقى شوف الأعرابي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لأن دي كلام يعني أنت لم تقول سرقتها وسرق، إذا إرادة اللص كان أقوى من إرادة الله. قال له فإذا لو أراد أن تعود مش هيقول اللص مش هيرجع. لا برضه مش هيرجع. مش هيرجع. بس كان ممكن التاني يرد عليه يقول له إرادة السرقة شر وإرادة العودة خير، فهو حيريد العودة، بس الكلمة يعني دخلت على الراجل فما عرفش يتكلم. إنما هو كان ممكن يقول له
طب ما دي إرادة السرقة إيه شر، وربنا ما بيريدش السرقة، فهي لكن عودتها خير وربنا بيريد الخير، فكان ممكن يقول له كده. لكن الثاني بهت كما بهت الذي حاج إبراهيم في إيه في ربي، يعني لو تفكر كان قال. طيب ماشي بعد كده نعم. وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده نعم. ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه أيوة. فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه كده كويس. يبقى كل ده يريد أن يبين أن كل الأشياء بقدر، وأن هذا القدر حتى مجرد الكسل ده مقدر عند الله سبحانه، يعني ما فيش ولا حاجة إلا والله سبحانه وتعالى إيه إلا والله قضاها وقدرها. نعم. وسبق علمه به ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو تعرف من خلق دي إيه؟ من هنا نعربها إيه؟ من لا دي مصورة فاعل. أيوة تعرب فاعل. ألا يعلم الذي خلق الذي مفعول به فعل في واقع مفعول به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرأي المشهور الراجح أنها فاعل. ألا يعلم الله الذي خلق يعني من هنا موصولة على من عائد على الله تعالى، يعني الله الذي خلق. ألا يعلم الذي خلق خلقه وهو الحكيم الخبير وهو اللطيف الخبير. وبعض العلماء قال ألا يعلم من خلق، يبقى من دي في محل نصب مفعول خدت بالك، لكن الإعراب المشهور إن يعلم فعل ومن هو الفاعل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، يعني كل اللي يفهم في الأول يفهم أنه يعلم فعل والله فاعل ومن خلق مفعول على طول في الظاهر كده، لكن الدقة تقتضي الإعراب أن لا يعلم. ألا يعلم من خلق تبقى أقوى في الدلالة، يعني كل اللي يخلق خلق يبقى عالم هو إيه، فيبقى إزاي ما يعلمش اللي بيخلق الحاجة ما يعلمهاش إزاي بقى، تبقى دي أقوى. إنما ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق مخلوق، ألا يعلم المخلوقين مثلا، فيبقى الحجة فيها ضعيفة شو. لكن ألا يعلم من خلق، كيف اللي خلق ما يعلمش، تبقى إزاي الحكاية دي، ينفعش الكلام ده. نعم. يضل من يشاء فيخ بس خليها بقى والله أعلم. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. اللهم آمين يا رب. أنا رحت الكلية النهاردة قلت مش هلاقي طلبة وأستريح، لقيت الطلبة قاعدين. قعدت ثلاث ساعات وأنا أقول